السلام عليكم. صفحة 46 علوم الكورس الأول. عندنا كيف تكتب الصيغة الكيميائية. لازم من نكتب الصيغة الكيميائية أول شيء نبدأ بالرمز، وبعدين أحسب عدد التأكسد للعنصر. والطريقة مالتها كالآتي. ليش أسوي شيء؟ على مود أطلع الجواب صفر، لازم الجواب صفر. مثلا المعلم يقول لك سؤال، اكتب الصيغة الكيميائية للمركب بروميد البوتاسيوم. بروميد البوتاسيوم شو يسوي؟ بروميد نكتبه أول واحد، البوتاسيوم نكتبه ثاني واحد، والأحرف مالته هاي حفظ. نرجع هذا الموضوع يخص صفحة 37. صفحة 37 إذا حفظتوها، إذا حفظتوا هاي الصفحة راح تحلون الصيغة الكيميائية بكل سهولة. نطلع صفحة 37 بروميد. حياته هاي صفحة 37، لو ندور على بروميد وين هياته، العنصر ينكتب الحرف مالته بي ار، وعدد التأكسده هو سالب واحد. ماشي، اذا اكتب بروميد بي ار وسالب واحد. هسه البوتاسيوم اللي هو كي، شلون اعرفه كي؟ البوتاسيوم هياته كي، عنصر مالته كي، عدد التأكسدة موجب واحد، فحطيت أنا هنا موجب واحد. زين، هسه شو حسوي؟ هسه راح أبادل الشحنات، يعني هاي مو سالب، أحطه بالبوتاسيوم يصير واحد، يعني موجب واحد. وموجب واحد أشيل الإشارة مالته أسويها واحد. ماشي، هسه شنو أقول؟ لازم يساوي لي صفر، فسالب واحد في العفو، سالب واحد سالب واحد وموجب واحد يساوي لنا صفر، وهنا واحد وواحد يساوي لي واحد، وصفر في واحد صفر. إذا البروميد بي آر يساوي لنا هذا هو المركب. الصيغة الكيميائية ما تنحل بطريقة المقص. طريقة المقص. السؤال الثاني، فلوريد الألمنيوم. السؤال يقول لك اكتب الصيغة الكيميائية للمركب فلوريد الألمنيوم. الفلوريد هو F، احنا قلنا نطلعها من صفحة 37. 37 هذه حفظ، هذا الجدول حفظ، مهم كلش مهم. هذا تحفظه، متى ما تحفظون اساميكم تحفظوه، كلش مهم. العنصر والحرف مالته، عدد التأكسدة ايش قد رقمه، هذا مهم حفظ. الفلوريد احنا اف، ايش قد عدد التأكسدة؟ سالب واحد. الالمنيوم اي ال، اول حرفين ناخذ، عدد التأكسدة هو زائد 3. زين، راح اسوي طريقة المقص، فالسالب واحد يروح هنا يصير واحد، أشيل إشارة مالته، والموجب ثلاثة يصير ثلاثة. ماشي، فش راح نقول؟ راح أقول سالب واحد وموجب ثلاثة، إيش راح يساوي لي؟ موجب العفو سالب اثنين يساوي لي سالب اثنين. شلون طلعت سالب اثنين؟ شلون عرفت؟ اقول سالب واحد في موجب اثنين، موجب ثلاثة، الاشارات مختلفة، العفو هنا موجب ثلاثة، الاشارات مختلفة، ايش راح يصير لي؟ سالب ثلاثة. اذا سالب ثلاثة
هاي فوق. هنا أنا ثلاثة وواحد، ثلاثة في واحد يساوي لي موجب ثلاثة، مو صحيح؟ فموجب ثلاثة حطه هنا أنا، فأقول سالب ثلاثة زائد موجب ثلاثة. الإشارات إذا مختلفة الجواب يساوي لنا صفر، مو صحيح؟ صفر يساوي لي. فأقول شنو؟ AL F يعني فلوريد الألمنيوم. الثلاثة ها شلون حطيتها؟ الثلاثة الرقم، آخذ رقم الأول وأحطه برقم الثاني، الرمز آخذ رقم الذرات وأحطه هنا أنا. إذن هذا مو الألمنيوم ثلاثة، راح أشيله أحوله وين؟ بالفلوريد، يعني آخذ رقم الرمز العكسه. شلون؟ فيقول ALF هاي مو ثلاثة؟ نعم، ما أحط AL، ما أحط AL3، لا أقول ALF3، آخذ الرقم عكس العنصر. عندي هنا يجيك سؤال، اكتب الصيغة الكيميائية للمركب كبريتات الألمنيوم. احنا نحفظها كبريتات، هو SO4 هذا حفظ. ايش قد عدد الأكسدة؟ سالب 2. الألمنيوم NH4 ايش قد عدد الأكسدة؟ موجب 1. فايش راح اسوي؟ طريقة المقص، هاي مو سالب 1 سالب 2 احطه هنا يصير 2، وهاي مو موجب واحد يرجع نفسه واحد. فايش راح اسوي؟ اقول سالب 2 في موجب واحد. الاشارات مختلفة بجدول الضرب، احنا قلنا بجدول الضرب اذا الاشارات مختلفة السالب وموجب الجواب هو لازم يكون سالب. فسالب 2 في واحد هو 2، مو صحيح؟ إذا سالب 2 يساوي لي زين. هنا أنا 1 و2 يعني 1 في 2 يساوي لي 2، يعني شنو 2؟ يعني موجب 2، موجب 2. ونحط هنا إشارة زائد سالب والموجب الإشارات مختلفة، لكن الأحرف قصدي الأرقام متشابهة. فسالب 2 زائد موجب 2 يساوي لي 0، لازم يطلع صفر. ليش؟ لأن القانون شو يقول؟ مجموع الجو لأعداد التأكسد الموجبة والسالبة في الصيغة الكيميائية للجزيء لازم يكون يساوي صفر، لازم يساوي صفر. أنا أمشي على القانون، فهسه يساوالي صفر. فش راح أسوي؟ أنزل هذا NH4 أنزله كما كان، الكبريت أنزله كما كان. هنا اش احط؟ باي يعني قوس 2. 2 منين جبتها اني؟ اني قلت لكم هاي مو ان اتش زائد 1 اذا اكسده، اني اخذ الرقم مالتي الاول هو 2، فاقول ان اتش 2. عرفت شلون 2 من اجى هذا؟ اخذ عدد التأكسد مال العنصر المقابله، اخذ رقمه. سؤال، اكتب الصيغة الكيميائية للمركب هيدروكسيد المغنيسيوم. يجيك سؤال هيدروكسيد المغنيسيوم، احنا شو نسوي؟ هيدروكسيد 1 ومغنيسيوم 1. الاحرف ما شنو؟ هيدروكسيد OH والمغنيسيوم MH. الهيدروكسيد شنو عدد الاكسده؟ سالب 1، والمغنيسيوم عدد الاكسده؟ موجب 2. هسه اسوي طريقه المقص، يعني هذا مو سالب 1 احطه هنا احاول يصير موجب، موجب 1، والموجب 2 اشيل الموجب يبقى نفسه 2، يعني موجب يبقى موجب، لكن السالب احوله الى موجب بس فقط. فشنو اسوي؟ اقول سالب 1 في موجب 2. الاشارات مختلفه، قلت لكم اذا الاشارات مختلفه بجدول الضرب اللي شرحته انا بدرس الرياضيات،
قلت لكم إذا ناقص في الزائد راح يساوي لي سالب، فواحد في اثنين هو اثنين، مو صحيح؟ هسه هنا اثنين في واحد قد راح يساوي لي اثنين، إذا يعني شو اثنين؟ يعني موجب اثنين، يعني موجب في الموجب موجب، اثنين في واحد اثنين. نعنى أسوي عملية جمع، أقول سالب اثنين زائد موجب اثنين، إذا الإشارات مختلفة ونفس الرقم يصير عملية طرح، فأطرح أنقص وأقول ناقص اثنين وزائد اثنين يساوي لي صفر صفر. فشنو أقول؟ أقول MMG يعني مغنيسيوم الهيدروكسيد أنزلة باي شنو؟ اثنين. نجمع اثنين، هو الـ OH هو واحد، الـ OH هو واحد، لكن آخذ عكسه، شنو العكس مالته؟ الاثنين، هذا عكس اثنين، فآخذه فأقول اثنين. عندي سؤال، هيدروكسيد الكالسيوم، هيدروكسيد الكالسيوم، الهيدروكسيد هو OH سالب واحد. لكم اياه هنا هيدروكسيد الكالسيوم، الكالسيوم